ليه واحدة منهم في المجلس التأسيسي تعرفش قالت من جماعتهم؟ قالت نعملوا دار ثقافة للشهداء. تعرفش معناها معناها تدخل دار ثقافة للشهداء، دار ثقافة تلقى شهداء يلعبوا بيك بونج بعد ما يموتوا، ألعب ألعب معلم قتلوك أنت كرتوشتين وأنت حرقوك من بلادهم. ديجري زيرو حتى قد بعد تحت البهيمة بشوية يلعبوا. وبعد سألوه قالوا له بالرسمي شو مخه وين وقفه؟ قال له سيد الرئيس بالله علاش قتلوه شكري بالعيد؟ الناس كل تعرف شكري بالعيد قتلوه على فيسبا 125 سكوتور يتسميه النوع هذاك، شو مخه وين وقف؟ قلت لكم خاخم على 87. قال لهم قتل على دراجة نارية من نوع الموبيلات. موبيلات؟ حلايبي قتلوا موبيلات؟ حللها سألت يما كبار قلت له علاش علاش حكومة العريض وجبالي وجماعة؟ قال لي ابتلاء من عند ربي. قال لي فما شعوب ربي ابتلاها بالتوفان وبالجراد وبالتسونامي. قال لي انتم بحكومة جبالي والعريض وما كفرتوش وقعدتوا مسلمين من دنيتكم لجنتكم ربي يسمحكم الذنوب.